الشهيد بإذن الله محمد عبد الهادي علي الغزالي، المواليد عام 1976، الحالة الاجتماعية متزوج ولديه ولد وبنت، المهنة أعمال حرة. كان للشهيد محمد الغزالي 3 إخوة في سجن أبي سليم سيء الصيت، وقد قضى 2 منهما في مجزرة أبي سليم التي ارتكبها نظام القذافي في سنة 1996 ضد السجناء العزل، والتي راح ضحيتها أكثر من 1200 شهيد. ومع انطلاق ثورة 17 من فبراير كان الشهيد الغزالي متحمسا للثورة ومدافعا عنها، وكان يريد رفع الظلم الذي لقيه إخوته في سجن أبي سليم، واستشهد في 19 من شهر مارس لعام 2011 وهو يقاتل دفاعا عن بنغازي من هجوم رتل كتائب القذافي الذي كان يريد إجهاض ثورة 17 من فبراير. رحم الله الشهيد محمد الغزالي وأسكنه فسيح جناته.